هذا حال ميليشيات الحوثية منذ اليوم الأول منذ انقلابهم على السلطة، وهم يمارسون نفس الأعمال. هؤلاء الجماعة ليس لهم مشروع تنموي، ليس لهم مشروع سياسي، هم جماعة ميليشيا مجتمعة على فكر ضال، هدفها السيطرة على اليمن واختطاف اليمن وتسليمه لدول أجنبية الجميع يعرفها، وبالتالي ليس لديهم مشروع، قائمين على التكسب وعلى السطو والقتل والاختطاف والفدية وغيرها. وعندما يهزمون في المعارك ويغادرون المدن يقومون بالانتقام من المدن عبر قصفها بالصواريخ وبالمدفعية كما يحدث الآن في تعز. هذه السلوك سلوك ميليشيات، سلوك عصابات، نحن نعرفه تماما، والمواطن اليمني واعي لهذه الأشياء. ولذلك تلاحظ أن المواطنين اليمنيين عندما يتحرون من وجودهم داخل المدن تكون هناك احتفالات، لأنهم يعتقدون وجازمين أن ما كانوا يعانون منه هي عصابات وليست جماعات مسلحة تسعى إلى أمن وسلامة المواطن اليمني.